سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ مع عبد الرحمن، السهلة والسريعة والاقتصادية والأهم بنينة. اليوم جبت لكم وصفة تهبل تهبل البنات، نتمنى تجربوها، أكيد راح تعجبكم وتنال رزقكم. هذه الوصفة يا البنات هي عبارة عن مسكوتشو بذوق الموخيتو والشوكولا، وكما راكم تشوفوا من الفوق زينتها بالأرز المنفوخ، أكيد راح تعجبكم. طبقة المسكوتشو بذوق الموخيتو مع طبقة الشوكولا مقرمشة، والله ولا أروع البنات. يلا مع بعض نبداو على بركة الله في طريقة التحضير والمقادير. بسم الله، نحكمو بول كما راكم تشوفو، نحكمو كاس نكسرو فيه ثلاث بيضات، المقدار تاع البيض كما نقولو كي تلحقي للحد تاع البيض في الكاس الكيلة. كملي جميع المقادير بنفس الطريقة. عندي كاس ناقص صباع أو أصبعين من البيض، نفس المقدار نديروه سكر عادي، راح ندير كاس حليب ناقص صباع مع عطر الموخيتو أو عطر النعناع. يا البنات ولا أروع، أنا جربت هذه الوصفة بهذا العطر، وجربت الوصفة اللي فاتت درت لكم لي تخونش باتيسيير، جا ولا أروع، جا الذوق تاعها منعش جدا. وهذا المرة جربته داخل المسكوتشو، وراح نزيد ندخلو في عديد من الوصفات ونشاركها معكم. بالنسبة لهذا المسكوتش والبنات راح نسهلها عليكم، أنا البلاطو تاعي راح نطيب فيه كان متوسط، والمسكوتش درتها متوسطة ماشي طالعة بزاف. نتوما إذا حبيتوا المسكوتش تاعكم تجي طالعة بزاف، ديرو أربع بيضات وكيلوها في كاس كامل، راح تخرج لكم كاس كامل. أنا درت ثلاث بيضات بصح، إذا درتو أربع بيضات راح تجيكم كاس كامل. وكملوا المقادير بالكاس، يعني كاس بيض، كاس سكر، ونص كاس زيت، وكاس حليب، يعني غير الزيت اللي يقعد هو هو. بعد ما نخلط مليح الخليط تاع المقادير اللي درناها بلا ما نساو رشة الملح، نخلطو مليح البنات حتى نتحصل على هذه الرغوة. كما راكم تشوفوا ضروري تحصلوا على هذه الرغوة، الرغوة هذه هي اللي راح تخلي المسكوتشو تاعنا تجي خفيفة بزاف. وراح ندير، لاحظوا معايا، كاس من المايزينا أو نشاء الذرة، ودرت ملعقة كبيرة من عطر الفاني كما شفتوا، وعندي باكي ونص خميرة كيميائية ضروري نغربلوها البنات. لاحظوا خليت النصف، درت النصف فقط يعني 15 غرام، نغربلوها مليح. ثم نجيب كاس فرينة ونديرو غير بشوي، لاحظوا نخلط بالفوي. بالنسبة للسوائل البنات، كي نديرو الفرينة فقط المسكوتشو تاعنا بالفرينة راح تدينا زوج كيسان في ثلاث بيضات أو أربع بيضات على حساب الفرينة، ولكن كي نديرو ثلاث بيضات أكيد المقدار تاع الفرينة راح ينقص. وأنا هذه الخطرة درتها لكم بالنشاء بالمايزينا، القوام تاعها راح يجينا رطب وخفيف بزاف. هذه المقادير البنات راهي مضبوطة. هنا راني كملت الكاس تاع الفرينة ونخلط مليح. القوام تاع الخليط البنات راح يجيني سائل، مش راح يجيني كيما نديرو زوج كيسان فرينة يجي ثقيل القوام تاعو، ولكن كي نديرو المايزينا يا البنات راح يجيني خفيف، راح يجيني سائل. لاحظوا بهذه الطريقة. ونحكم البلاطو تاعي او السني ولا راح ندخلها الفرن، ندهنها مليح بالزبدة ونغبرها بالفرينة كيما راكم تشوفوا، ونحرك الخليط تاعي البنات، ضروري تحركوه او تخلطوه ثم تفرغوه مباشرة كيما راكم تشوفوا. نحاول نسوي السطح مليح وندخله للفرن حتى يطيب وينشف تماما، ونخليها تبرد ونقلبها على السنيوة تاعي. لاحظوا معايا البنات، بنحكم الموس ونبدا نكرد فيها كيما راكم تشوفوا، باش كي ندير الشوكولا راح تشرب لي شويه من الداخل، ما تجينيش طبقه وتتقشر. عندي 100 غرام شوكولا نوار ذوبتها، ضفت لها وحده دانيات شوكولا، درت لها 2 ملاعق من الحليب، وكمشه من او رشه خفيفه من الارز المنفوخ كيما راكم تشوفوا، ونفرخها مباشره على الكيكه تاعي او على المسكوتشو، ونزيد لها رشه من الفوق من الارز المنفوخ، راح تجيكم مقرمش وبنين بزاف. وراح ندهن لها الحواف بالشوكولا العادي، ونزيد نرشها بالارز المنفوخ. انتم اذا حبيتوا تخليوها من الفوق فقط خليو عليها عادي جدا، انا كثرت لها ارز المنفوخ
لاحظوا معايا البنات، ونخليها حتى تشد روحها وتبرد تماما. لاحظوا النتيجه، والله ما شاء الله. وهنا راح نحضر لهم عصير الموخيتو، والله ولا اروع البنات. نتمنى تجربوها، اكيد راح تعجبكم وتنال رضاكم. كما نقول لكم ديروا لي جيم بارطاج بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ويستفادوا كامل. وصفه سهله وبنينه بزاف، والمقادير الموجوده في كل بيت. لاحظوا معايا هنا قطعت لكم باش تشوفوا القوام من الداخل. لاحظوا اللون تاعها شهي وجميل جدا. لاحظوا الخفه يا البنات، الخفه تاع المسكوتشو. شوفوا معايا، والله ما شاء الله. والان بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.